صباح الخير يا اسراء. صباح النور يا استاذ علي. على فكره في واحد اتصل بيك. مين؟ الاستاذ لطفي العسال، اخو حسن العسال، الولد ده عند الاستاذ ياسين. عارفه. بيقول لحضرتك يا ريت تكلمه ضروري، وكان عايز رقم موبايلك بس انا ما رضيتش اديهوله. هكلمه. الو، ازيك يا استاذ علي؟ طب ما انت معاك رقم اهو. اكيد، بس ما احبش اكون تقيل. انا اتكلمت في المكتب بفكرك بس كده من بعيد لبعيد، وانا عارف متاكد انك هتلتزم بوعدك معايا. طبعا. الجلسه الاولانيه بتاعت حسن اخويا الرابط، ظبط مواعيدك وكلمني عشان نتقابل ورسيك على الليله. حاضر حاضر ان شاء الله. مع السلامه يا استاذ علي. مع السلامه. ايوه يا نصر، تعال لي عشان عايزك ضروري حالا. ها صباح الخير يا استاذ. صباح الخير. المستشار مصطفى كان في النيابه النهارده وقالوا له ان المخفي طليق شيرين اعترف. اعترف ايه؟ ان هو اللي ضرب حضرتك. هو ده اللي ضرب. ايه؟ لا ولا حاجة، خلي المستشار مصطفى يتابع الموضوع. حاضر. الأستاذ سامح السرفي اتصل وعايز يقابل حضرتك النهارده ضروري. لا لا لا، قولي له إن أنا تعبان، أنا مش في المكتب ده. ولا أقول لك ممكن أقابله مثلا بعد بكرة، وحدد لي معايا الميعاد. حاضر. اتفضل. صباح الخير. صباح النور، تعالي. إيه ده، أنت لسه بتقراها؟ حاول الاقي حاجه بدل الفلاشه اللي سرقت. هو ايه الاخبار؟ لسه مفيش فايده، مش عارف اعمل ايه. ايا كانت الصعوبه كمل. انا عارفه طبعا ان انا صاحبه مصلحه في الموضوع ده، بس بجد اعتبرها زيها زي اي قضيه وكملها. انت عارفه ان سامح السرفي طلب انه يقابلني؟ لا، هعرف منين؟ صحيح؟ طلب ان هو يقابلني، وانا قلت المدام ندى تقول له ان انا تعبان. الحقيقه انا مش تعبان ولا حاجه، بس يعني مزاجي مش رايق، مش ناقصه سامح الصرف كمان. طب وايه هتقابل؟ على بعد بكره كده اكون بس عرفت اخد قرار انا هعمل ايه. طب بقول لك ايه؟ ما تسيب اللي في ايدك ده وننزل نتغدى شويه ونشوف موضوع مزاجك ده اخباره ايه. واضح ان انت بقى مش عارفه حاجه. لا. ندى ما قالتلكيش؟ لا، قالت لي. اتضح ان ايهاب طريقك هو اللي ضربني بالنار. انا اسفه يا ياسين، لولا ما كانش في حاجه من دي هتحصل. مش بلومك طبعا، انت مش غلطانه في حاجه، الغلطه مش غلطتك. عارف يا ياسين، انا مفيش يوم بيعدي عليا إلا وبتمنى إنك كنت تبقى أول راجل في حياتي. مفيش حد بيختار ماضي، بس بوعدك وحياة غلاوتك عندي إن كل اللي جاي من عمري هقضيه وأنا بحاول أساعدك. ازيك يا شيرين؟ عاملة ايه؟ اتفضلي. هعطلك عن حاجة؟ لا ابدا، انا تقريبا اليومين دول ما بعملش اي حاجة. عملت ايه مع العسال؟ عادي، طلبت منه خدمة والراجل ما تأخرش. ليه بيكلمنيش كوري؟ علي، عايزة اقول لك انه لو ربنا تمم الخير مع ياسين علاقتي بدينا هتبقى كويسة قوي. أنا عارفة إن هي مش طايقاني، بس بجد
هحاول اعمل اللي اقدر عليه عشان تغير نظرتها ليه. ان شاء الله كله هيبقى كويس. يعني في الاول وفي الاخر انت هتتجوزي واحد في مقام والدها، يعني هتبقوا قريبين من بعض، اكيد العلاقه هتتحسن. يعني انت ايه رايك في ايه؟ جواز. رايي ازاي يعني؟ علي على فكره رايك مهم جدا بالنسبه لي. اوقات كتير بقول لو علي مكاني ممكن يتصرف ازاي، او حتى لو كلمته وخدت رايه ممكن يقول لي ايه. بس بتهيالي المره دي اتاخرتي شويه، يعني اظن دلوقتي رايي ملوش اي لازمه. وعشان تطمني يا ستي هقول لك برضو، انا فرحان لكم جدا والله. انت بنامه كويسه والاستاذ ياسين انا راجل بحبه وبحترمه، يعني ان شاء الله ربنا هيكرم في الجوازه دي. بتجاملني صح؟ لا 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 ابدا والله، ده رايي بجد. يعني انت شايفه مبسوط؟ في انت شايفه ايه؟ بس النهارده عرف انه ايهاب طليقي هو اللي ضرب عليه نار، من ساعتها هو متغير معايا قوي. طب وانت ذنبك ايه في حاجه زي كده؟ طب هو ما جالكوش البيت قريب يتكلم عني، جاب سيره الفرح، الجواز، اي حاجه؟ لا، اخر مره لما كنتوا عندنا في البيت واديكي شفتي حصل ايه بعد كده، يعني اكيد الراجل مش فايق. طب بقول لك ايه، ممكن تدخل له كده وتتكلم معاه في اي حاجه وتجيب سيرتي في النص تشوف هيقول لك ايه. في ايه يا شيرين، انت مكبره الموضوع قوي. انا اعرف الاستاذ كويس، واعرف كمان ان الموضوع زي موضوع ايهاب ده مش ممكن يخليه يغير فكرته عنك ولا ياخد منك موقف. ما تقلقيش. مالك في ايه؟ ياسين اخر امل ليا يا علي، لو سابني انا ممكن اموت. لا لا يا الله، ليه بس بتقولي كده؟ علي انا غلطت، انا غلطت غلطه كبيره قوي، ولو عرفها عمره ما هيسامحني، وممكن يطردني ويسيبني عشان خاطري، عشان خاطري اروح له اكلمه شوف هيقول عني ايه، عشان خاطري هتسيرتي قدامه كده وشوف هيقول لك. حاضر، وريح على مكتبك دلوقتي وانا شويه كده واخش له. ميرسي. لا كده بقى انت بتحرجني بذوقك، انا مش عارف اقول لك ايه. لا ذوق ايه بس؟ ده انا والله اللي محرج منك، المفروض كنت ارد عليك على طول. اعذرني معلش. ملحوق ملحوق. عربي شال زعلي. الواد اللي جبناه من الكباريه ده طلع غتيت غتاتة، ضرب صحوبيه مع كل الرجاله اللي عندي، وليلاتي يسهروا عنده، حاجه بقت تحرق الدم. انت عملت ايه يوميها صح؟ لا مفيش، انا بس كنت عايز اعرف مكانها وتصرفت. تمام يعني؟ تمام. نتكلم بقى في قضيه اخويا. بس لازم اعرف موقف الاستاذ ياسين من القضيه دي. ولا اي موقف، انا استاذنت لك منه. ازاي يعني؟ انا قلت له بصراحه انت شكلك مش فاضي وانا عايز حد يتولى القضيه، فهو بصراحه ربنا رشحك من نفسه، خصوصا انت عارف ان هو كده كده بيرتبط بمدام شيرين اليومين دول. رشحني؟ رشحك بعد ما لمحت له كده ان انت يعني ما عندكش مانع ان انت تمسك القضيه، وقال لي ان انت شغال في مكتب بره لحسابك. هو اللي قال لك كده؟ امال يعني انا هعرف منين ان انت عندك مكتب بره؟ ماشي، بس انا برضو لازم اكلمه واخلص معاه الموضوع. براحة. قول لي بقى، ايه هي القضية؟ ولا أي حاجة، مرات حسين أخويا ماشيها كان بطال شوية، خالد في وشها واختفت، اتهموه ان هو قتلها. على أساس إيه يعني؟ قول أنت بقى على أساس إيه؟ لا في جثة ولا في شهود ولا في أي حاجة تقول ان هو قتلها. قضية بلح يعني. قضية بلح، الله ينور عليك. قال لي ملف القضية البلح اهو قدامك، اقرا لي القضية وشوف هتعمل فيها ايه واحنا معاك. ماشي. علي ايه مالك فيه؟ الضابط اللي كنت كلمته عشان موضوع حبيبة هنا ومعاه ضابط تاني وعايزك. ما تقلقيش، هو له قضية عندنا في المكتب اكيد عايزني عشان كده. اروح اشوف. اهلا يا باشا. اهلا يا استاذ علي. معلش انا اسف، احنا جايين من غير ميعاد، بس الموضوع ما يتاجلش لبكره، وكمان ما حبيتش اكلمك في الموبايل، كنت لازم اقابلك الاول. اعرفك، النقيب محمد شكري من اداره البحث الجنائي معايا في المديريه. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اتفضلوا اتفضلوا.
استاذ علي، حضرتك لما كلمتني عشان موضوع حبيبه احنا عملنا شويه تحريات. بعد اذنكم عايز اعرف الموضوع. تعالي يا دي. التحريات دي انا كلفت بيها شكري، وصلنا لحاجات لازم نسالك عنها، وخصوصا ان اللواء امين رئيس اداره البحث الجنائي خد خبر والموضوع بقى رسمي. والله ما كنتش عايز الموضوع يوصل للدرجه دي. انا قلت لك خلاص الموضوع خلص ومش مستاهل. ساعتك بقى اللي عايز تتعب نفسك. وصلت للي خطف حبيبه. الحكايه ملهاش دعوه بموضوع حبيبه على الاقل لغايه دلوقتي. مش فاهم. افهم حضرتك، لما ابتدينا نشتغل في القضيه انا عملت تحريات عن حضرتك، وخصوصا خلال الاسبوعين اللي فاتوا. في حاجات بمنتهى الصراحه محتاجين سيادتك توضحها لنا. في جريمتين قتل حصلوا للناس انت احتكيت بيهم، واحده منهم في نفس المكان اللي انا قابلتك فيه. هو انا متوجه للاتهام ولا حاجه؟ انا مش واخد بالي مثلا. لا يا استاذ علي، انا ما اقدرش اقول الكلام ده حتى لو انا ما اعرفكش، لكن ممكن تبقى شاهد او عندك معلومات تفيدنا، وممكن برضو ده احتمال يكون ليه علاقه بموضوع الخطف. حضرتك قلت لي بنفسك انك شغال في قضايا حساسه، ممكن يبقى ليك اعداء. طب يا ريت سعادتك توضح اكتر. في واحد حضرتك زرته في السجن، سجن الاستئناف، اسمه نبيل السرجاني، مظبوط؟ اه حصل. تاني يوم رحت زرت احلام بنت اخته في كباريه جوكر في شارع الهرم، والمقابله انتهت انهم حجزوك في الاسم. انا اسف يا مدام، حضرتك اللي كنت عايزه تسمع الكلام ده. لا سعادتك ممكن تتكلم براحتك، انا ما بخبيش عنها حاجه. بعد كده ب 10 ايام تقريبا حضرتك طلبت انك تزور نبيل السرجاني تاني، وده ما حصلش. ايوه، لانه اتقتل في السجن. وبعديها بيوم احلام بنت اخته اتقتلت. اتقتلت؟ ايوه، في شقه في المقطم في نفس المكان اللي احنا تقابلنا فيه. احنا كلمنا اسم المقطم وادونا ملف القضيه، وكلمنا النقيب مرتضى من اداره مصلحه السجون وادانا كل المعلومات عن قضيه موت السرجاني. والغريب ان ملف قضيه احلام وملف قضيه السرجاني ما فيهمش اي استجواب لحضرتك. اعتبرنا بنستكمل التحقيق. اه بس لو الكلام ده بشكل رسمي لازم ساعتك توريني اذن النيابه. لا مش بشكل رسمي، اعتبرنا مندردش يا اخي. ماشي. نبيل السرجاني كان موكل عندي، وكان عنده مشكله مع بنت اخته، وطبعا مش هعرف احكي لسعادتك المشكله دي ايه لان دي اسرار شغل. رحت اللي اسمها احلام دي عشان اخلص معاها الموضوع في مكان شغلها، تطولت عليا والموضوع قلب للخناقه اللي سعادتك سمعتها. بس طب وشقه المقطم مالها؟ يعني مش ملاحظ حضرتك ان هي غريبه ان انا قابلك هناك وهي تتقتل هناك؟ لا مش غريبه ولا حاجه، لان احلام ساكنه هناك، او بالاصح بتشتغل هناك. بتشتغل؟ المره اللي انا قابلت سعادتك فيها دي كنت لسه نازل من عند احلام، وكانت اول مره اتكلم معاها في المشكله بتاعت خالها، وكانت اول مره برضه اخش شقه من النوعيه دي. اه تمام. في اي حاجه تانية اقدر اساعدك فيها بشكل غير رسمي؟ لا يا استاذ علي، كده الموضوع بقى واضح جدا، وانا اسف مره تانية للازعاج. لا ابدا، سعادتك ممكن تشرفني في اي وقت. يلا شكري، على اذنك. السلام عليكم. شرفت. مرة تانية احنا بنعتذر لك يا استاذ علي على اللي حصل. وانا مرة تانية بقول سعادتك مفيش حاجة، وتقدر تشرفني في أي وقت. مع السلامة يا استاذ علي. مع السلامة. شرفت يا فندم، شرفت. عمر باشا، كنت عايز أسأل سيادتك سؤال. هو أول مرة لما اتقابلنا سعادتك لقيت المحفظة فين؟ في حد اداها لك؟ أيوه. أقدر أعرف مين؟ بواب العمارة. شكرا. عن إذنك.